واو، أنت عزيزي، محظوظ 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 جدا محظوظ. أنا أؤكد لك أنك محظوظ، لأنه يكفي أنك تعيش لكي تشعر بأنك سعيد وأن حظك جميل، لأن الحياة تبتسم لك، تبتسم لك يوميا عند شروق الشمس، تزين سماؤك وسماء البشرية جمعاء. حتى وإن كانت الشمس وراء الغيوم، لكنها تبصر وتسعد وتبعث لك دفئها ونورها. لذلك ابتسم يا عزيزي، ابتسم يا عزيزتي، كما تبتسم لكم نعم للنساء والرجال، كما تبتسم لكم الحياة، كما تبتسم لكم الشمس. فحينما نبتسم، تعرفون ماذا يحدث حينما نبتسم؟ نقوم الجسد يقوم بتفعيل هرمون الحب والسعادة، هرمون الأوكسيتوسين، هرمون المحبة. وبالتالي نحن المحبة والسعادة، نحن نرسل هذه الطاقة الإيجابية للكون، والكون يرسل لنا نفس الذبذبات. أراك رغم كل شيء تحلم بحياة جميلة، تحلم بحياة إيديليك، مثالية مع هذا الحبيب. لماذا؟ لأنك أنت في أعماق قلبك متأكد بأن أشياء جميلة ستحصل لك في الحياة، وستحصل بينك وبين هذا الحبيب أشياء جميلة بزاف، وأنك ستعيش معه حياة جميلة جدا. لماذا؟ لأن حدسك يخبرك بذلك، والحدس لا يخدعنا ولا يكذب أبدا. هذا الحبيب لا يتخلى عنك أبدا أبدا أبدا، لا طقيا ولا روحيا ولا عقليا ولا قلبيا، أنت حاضر في كيانه ولا يمكنه التخلي عنك. علاش؟ لأنه ما كيفوت حتى شي نهار سون بونسي أ توا، لا يمر يوم واحد دون أن يفكر فيك. لذلك أنت كذلك لا تتخلى عن أحلامك، احلم، واصل في هذا، اسبح في هذا الخيال الجميل. أنت شخص هادئ صبور، تعرف أن السماء تعمل لصالحك وستأتيك الأشياء في وقتها المناسب، وهذا اسمه الحكمة السماوية التي تتمتع بها. أنت حكيم، هذه حكمة روحانية، يعني تتوكل على الله، تقبل، وكذلك تؤمن بأن غدا ستمطر السماء. لا تتخلى عن أحلامك، فالخيال جميل. كنت أقول أن الخيال واسع، عفوا، الخيال جميل جدا، الخيال جميل، لأن ما يحدث لنا في الحياة، ما نعيشه في الحياة، هو في الحقيقة التجارب التي نعيشها في الحياة هي في الحقيقة الثمار التي زرعناها في مخيلتنا. يحدث لنا في الحياة ما نرسمه في الخيال، وأنا دائما أقول ذلك. يقول الكاتب الفرنسي جول فيرن: الإنسان، كل ما يصنعه الإنسان في الخيال يمكن أن يصنعه في الواقع. كل ما يمكن للإنسان أن يصنعه في الخيال يمكن أن يصنعه في الواقع، وهذا حق، هذا حق، وهذه كرت الحق، وهذه كرت الأحلام، هذا حق. علاش؟ وهو أكد ذلك لأنه هو في كتاب، نسيت الاسم ديال الكتاب، نسيته، كتاب قديم، نسيت العنوان، في الكتاب ديال جول فيرن يتحدث عن كيف وصل الإنسان إلى سطح القمر وتحقق ذلك في المستقبل. يعني هو كتب ذلك قبل يعني سنوات عديدة، وتحقق ما قاله، يعني كل ما نصنعه. لذلك أرجوكم ركزوا فيما هو إيجابي، الكثير من المحبة، الكثير من السلام، الكثير من الفرح والسعادة لكم ولكل البشرية، ليس فقط لكم، لأن يعني قانون الجذب ما يتحدث عنه جيل فيرن،
ليس شيء جديد، ليست موضة جديدة، هي القاعدة السماوية التي تسيرنا جميعا، إلا أن بعض الناس لا يؤمنون بهذه الأشياء، وبعض الناس نعم يؤمنون بهذه الأشياء، وبالتالي تتحقق معهم. إذا كنت لا تؤمن ولا تشعر لن تتحقق معك. واخا فين هي الكارت؟ لا هذه. لذلك أنت لا داعي للقلق، لا داعي للقلق، هذه بغات تهضر، لا داعي للقلق أرجوكم، أنت بغيت نهز هذه، لا داعي للقلق، الصبر، الكثير من الصبر، ولا تتخلى، لا تتخلى عن أحلامك، لا تتخلى، يعني تشبث بالأمل، لا تفقد الأمل، ولا داعي للقلق، لأن هذا الحبيب سيفاجئك، يعني تتكرر الكارت سيفاجئك، الله، هذا الحبيب سيفاجئك، سيقدم لك أجمل أزهار الربيع. لماذا؟ لأنك أنت كتبت تاريخ في كتاب حياة هذا الإنسان، أنت لا تنسى. ورغم أننا في فصل الربيع، هذا الحبيب يشعر بالبرد أحيانا، يشعر بالبرد لأنه يحتاج إلى معطف حنانك، يحتاج إلى معطف دفئك، يحتاج إلى معطف رقتك وجمالك الروحية. لذلك أصر، لا تفقد الأمل، لا تفقد الأمل، لا تفقد الأمل أبدا. أرى أن هنا مرحلة مظلمة ستنتهي بينك وبين هذا الحبيب، ومرحلة جديدة ستبدأ، مرحلة أجمل وأروع بكثير. في هذا الحبيب أرى الكثير، الكثير من الشوق والحنين، ويريد التعبير عن المشاعر. هذا الحبيب غيابك يؤثر في حياة حبيبك بطريقة سلبية جدا. مسكين هذا الحبيب، حزين، حزين جدا. وأرى الكثير من العواطف، الكثير الكثير من العواطف تتراكم، الكثير من العواطف تتراكم في كيان هذا الحبيب، ويحتاج لإخراجها. عواطف جميلة بزاف، مشاعر، مشاعر حب يحتاج لإخراج، يعني التعبير عن هذا الحب الذي يشعر به اتجاهك. وتقول لهذا الكارت أنك أنت ربما هربت من هذا الحبيب، ربما هربت، يعني لا أدري ما هي، ماذا حدث لكما، لا أريد أن أركز فيما هو سلبي، لكن تقول لهذا الكارت أنها القدر سيجمعكما من جد، يخبئ لكم لحظات سعيدة بزاف، سعادة، سعادة، نعم، الكثير من السعادة والفرح، وهذا ملك العطاء، الحب والعطاء. لذلك أعيد ما قلته في البداية، أنك محظوظ، محظوظ جدا، تحظى بحب هذا الحبيب، وستحظى بعطائه، المزيد من العطاء. وإذا هربت لأنك كنت يعني لا تجد التوازن معه ولا استقرار، فهذا الحبيب يتعذب الآن، لأنك أنت يعني تعيشين، تعرفين كيف تعيشين الحياة، تعيش الحياة على طريقتك، تفعل ما يقوله لك قلبك، لكن كذلك يعني من جهة أخرى لا تبالي، لا تبالي، يعني لا تترك الأشياء السلبية تؤثر في حياتك، وتعرف مكانتك في الحياة، وتعرف وتحترم نفسك، لا تهتم كذلك بآراء الآخرين. لماذا؟ لأنك تتمتع بنزاهة، نزاهة روحية، نزاهة عقلية عجيبة، تعرف ماذا تفعل، أنت مستقيم، أنت جود، لذلك أنت أراك يعني مطمئن، وأراك ناجح، وأرى المزيد والمزيد من النجاح إن شاء الله في حياتك، الكثير من الفرح. لذلك لا تفقد الأمل، لأن الأمل والصبر يفتحان أبواب الفرح. كانت قراءة رائعة، لنرى ما هي
رسالة الملائكة. الصبر، ما قلته لكم، الصبر، الصبر والاجتهاد، مش الاجتهاد، لا هي كلمة أخرى، المثابرة، نعم، المثابرة والصبر مفاتيح النتيجة الإيجابية، الصبر والمثابرة، وأنا قلت لكم الصبر والمثابرة، ما معنى المثابرة؟ أن لا تستسلم أبدا، أن تتشبث بأحلامك وأهدافك، ولا تستسلم أبدا، ولا تيأس أبدا، وواصل في رسم هذه الأحلام الجميلة في خيالك، فستتحقق، ستتحقق إن شاء الله. كانت قراءة رائعة، قراءة جميلة بزاف، وقراءة إيجابية. أتمنى لكم الخير، أتمنى لكم الصحة والعافية والسعادة والفرح والكثير 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 من السلام. كنبغيكم بزاف، أحبكم كثيرا من أعماق قلبي. إلى اللقاء، وبسلامة.